للمزيد أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم الأستاذ سماني عوض الله، رئيس تحرير جريدة الحاكم نيوز السودانية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم ورمضان كريم. الله أكرم. في البداية سيد عوض الله، يعني كيف تكون هي المحاور التي يتم العمل عليها في هذه المرحلة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الموجودة بالفعل بين مصر والسودان لتحقيق التكامل الإقليمي والأفريقي؟ أولا، التكامل السوداني المصري ليس بجديد، فهو ممتد منذ سنوات طويلة، ولكن الآن هنالك مستجدات كثيرة لا بد أن تعمل الدولتان على تحقيقهما من أجل تفعيل هذا التكامل بين الدولتين، حيث أن الاستثمار في الأراضي الزراعية والاستثمار في عملية التبادل التجاري سواء كان استيراد أو تصدير من الدولتين هو سيمدد وسيوطن هذا التكامل ورفع الميزان التجاري بين الدولتين إلى مستويات أعلى وأعلى مما كان عليه في الفترة الماضية، حيث أن هنالك كثير من المنتجات السودانية التي تجد أسواق كثيرة في أسواق كبيرة جدا في مصر، وكذلك هنالك منتجات مصرية كثيرة تجد أسواق وتجد الرواج لدى السودانيين وفي الأسواق السودانية، فأصبح المنتج المصري محبب لدى السودانيين، وكذلك المنتج السوداني سواء كان في مجال الثروة الحيوانية، في مجال الصناعات التحويلية، وفي مجال الصناعات المختلفة، فتجد أيضا السوق داخل الأراضي السودانية. طيب سيد عوض الله، يعني ما أبرز الملفات التي تتعاون فيها مصر والسودان خلال هذه الفترة؟ نتحدث سواء في مشروعات خاصة بالتعليم، سواء مشروعات خاصة بالتجارة، كذلك السلم والأمن، ما أبرز الملفات الأكثر إلحاحا؟ الملفات الأكثر إلحاحا هي الملف الأمني، أعتقد أن هنالك كثير من العمليات الإرهابية بشهد الإقليم وإشهد الشرق الأوسط، فلذلك التعاون الأمني السوداني المصري هو تمام أمان لحراك الملفات الأخرى سواء كان اقتصادية أو تجارية أو حتى استثمارية، فالملف الأمني هو الأهم في هذه الفترة، وبالتالي يتيح المجالات للتعاون في المجالات الأخرى خاصة في المجال الاقتصادي، وهنا أشير إلى الشركة المصرية السودانية التي يقع عليها عبء كبير جدا في الفترة المقبلة من خلال تنفيذ مشروعات استثمارية كبيرة جدا، خاصة أن السودان يمتلك موارد طبيعية كثيرة جدا سواء كان أراضي زراعية صالحة للزراعة، كذلك توفر المياه وتوفر الأيدي العاملة، فالشركة المصرية السودانية التي تتخذ من القاهرة مقرا لها يقع على عاتقها دور كبير جدا في عملية المزيد من الاستثمارات الزراعية والحيوانية وغيرها من الاستثمارات الأخرى خاصة في المجال التجاري والصناعي، فالسودان الآن يحتاج إلى هذه الاستثمارات سواء كان في المجال الزراعي، في المجال الصناعي، حتى في المجال التجاري وغيرها من المجالات الأخرى. طيب إذا ما تحدثنا عن الجانب الثقافي، يعني في الحقيقة نتابع وجود فرع لجامعة القاهرة في الخرطوم وفرع لجامعة الإسكندرية بجنوب السودان وغيرها من الجامعات المصرية في الحقيقة، وطبعا هذا يؤكد لنا أن هذه المشروعات سواء التعليمية أو البحثية تحتل مكان متميز يعني في المشروعات التي تنفذها مصر في السودان. كيف تبعتم التفاعل مع هذه المشروعات؟ كيف هي تأثيرات هذه المشروعات حتى الآن؟ قبل الحديث في هذه المشروعات التي تولد في السودان في المجال التعليمي، أود أن أشير إلى أن هنالك الجامعات المصرية كلها فتحت أبوابها للطلبة السودانيين، حيث يتجاوز الآن أعدادهم ما بين 22 إلى 23 ألف طالب يدرسون في الجامعات المصرية المختلفة، وهذا بحد ذاته يمثل مؤشر إيجابي جدا في عملية التبادل الثقافي بين الدولتين. كذلك الحاجة المهمة جدا، والآن خلال شهر رمضان لاحظت أن كل السودانيين الآن يتابعون المسلسلات والأفلام المصرية نسبة للتقارب الثقافي بين البلدين، وكل طرف يفهم لغة الطرف الآخر، فلذلك هنالك التبادل الثقافي أو المجال الثقافي متواجد في السودان منذ زمن بعيد، حيث أن السودانيين يتابعون كافة المسلسلات المصرية والأفلام المصرية وكل ما تنتجه السينما المصرية، وكذلك يتابع العديد من القنوات المصرية سواء كان في مجال الدراما، في مجال الفن، في مجال المجالات الثقافية المختلفة،
فلذلك وجود هذا التبادل وهذا التفاعل مع الإنتاج الثقافي المصري يؤكد على أن الشعبين تربطهما علاقات قوية جدا، علاقات أخوية، علاقات ممتدة، علاقات لها تأثيرات إيجابية. فوجود الجامعات سواء كان في السودان أو في جنوب السودان فهذا مؤشر إيجابي على أن مصر دائما تبادر إلى مزيد من التبادل الثقافي، مزيد من التبادل الفني وغيرها من المجالات الأخرى. فهذا ليس بغريب على الحكومة المصرية، فقد كانت جامعة القاهرة في الخرطوم وكانت الآن هنالك جامعة في جنوب السودان، هذا دليل على أن مصر دائما منفتحة ودائما مبادرة في المجال الثقافي، في المجال الاجتماعي، في المجال الثقافي، في كل المجالات. أضف إلى ذلك الأنشطة الثقافية التي ينفذها السودانيين المقيمين في الأراضي المصرية، وآخرها كان مهرجان شكرا مصر الذي تداعى له كافة الجالية السودانية في مختلف مستوياتها الثقافية والاجتماعية والفنية والسياسية والرياضية، اجتمعوا في بوتقة واحدة في مهرجان كبير جدا سمي شكرا مصر، وقد رتبت له هذا البرامج من خلال التفاعل ومن خلال التواجد المصري السوداني في هذا المحفل، كان دليل واضح على ان هنالك تقارب كبير جدا بين البلدين في المجال الثقافي، في المجال الفني، في المجال الصحي، في المجال التعليمي. وكذلك انا اشير الى ان هنالك مصر الان ترتب حاليا لمد السودان باكثر من 300 ميجاوات من الكهرباء. هذا المجال سيتيح اكيد للاستثمار في المجالات الزراعيه، في المجالات الصناعيه، في المجالات المختلفه. فلذلك التفاعل المصري مع القضايا السودانيه كان له اثر ايجابي كبير جدا في هذه العلاقه وفي هذا في هذه العلاقات وفي هذا الحراك الذي يشهده البلدين في المجالات وفي الملفات المختلفه. طيب، تحدثنا عن الشق الاقتصادي وتحدثنا عن الشق الثقافي في العلاقات الثنائية وأبرز ما يجمع البلدين طبعا في هذه السياقات. ماذا عن الشق السياسي؟ ما أبرز الملفات ذات الاهتمام المشترك التي تشهد تنسيقا مكثفا في هذه المرحلة سواء على المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي بين البلدين؟ نعم، ما يميز هذا الملف أن مصر ظلت تلعب دور إيجابي جدا في الملف السياسي من أجل الوصول إلى تسوية سياسية في السودان دون التدخل في الشؤون الداخلية، دون أن تملي أي إملاءات على الأطراف السودانية المتنازعة فيما بينها، خاصة أنه قد شهدت في القاهرة في فترة قليلة أقل من شهر أن تداعى عدد من القوى السياسية واجتمعت لمدة أكثر من 10 أيام في مصر وأداروا حوارا سودانيا خالصا، خرج بمسودة هي إذا تم تنفيذها فهي تصلح لحل الأزمة داخل السودان. فلذلك مصر ظلت تلعب دور إيجابي دون التدخل في الشؤون الداخلية، حتى لم تشارك في ما يسمى بالآلية الرباعية التي أدخلت البلاد في نفق مظلم ولم تستطيع الخروج منه حتى الآن. فمصر الآن هي تحاول تقريب وجهات النظر السودانية دون التدخل في الشأن الداخلي، فظلت تلعب دور إيجابي جدا في هذه العلاقة وفي هذا الملف بطريقة أبعدتها من كل الشكوك التي تحوم حول الآلية الرباعية وجهود المبعوث الأممي فولكر وغيره من المبعوثين الدوليين الذين يحاولون تنفيذ أجندة سياسية بغرض تسوية سياسية في السودان. لكن مصر كانت تلعب دور إيجابي جدا في هذه العلاقة ولم تتدخل في الشأن السوداني، بل ظلت إلى إعمال أو قيام مؤتمر أو حوار سوداني أن يجلس الفرقاء مع بعضهم دون أن تتدخل الحكومة المصرية، دون أن تتدخل أي جهات مصرية في هذا الحوار من أجل الوصول إلى تسوية حتى تضمن استدامة ما يتم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات لحل الأزمة السودانية. إذن الأستاذ السماني عوض الله، رئيس تحرير جريدة الحاكم نيوز السودانية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.